نرجع بقى للكرة العالمية وكأس الأمم الأوروبية. ابتدى امبارح بلقاء فرنسا ورومانيا وفوز فرنسا صاحبة الأرض على رومانيا 2-1. ألبانيا وسويسرا، سويسرا بتفوز 1-0، وويلز وسلوفاكيا بتفوز ويلز 2-1. وإنجلترا طبعا وروسيا، مشاهد مأساوية من امبارح الحقيقة. الجمهور الإنجليزي يعني في مارسيليا عامل حالة شغب غير طبيعية. ياسر عاصم دلوقتي هيعرض لنا مناظر هنفهم، عشان بس نفهم ونتعلم منها ونشوف بقى التعامل مع الجمهور عامل ازاي، ونشوف برضو التعامل مع حقوق الإنسان والخروج عن القانون بيبقى عامل ازاي في الدول الأوروبية. زي ما انتم شايفين تجاوز كبير جدا من الجمهور الإنجليزي والجمهور الروسي، وكان مناوشات امبارح الاثنين مع بعض، ثم النهاردة مع الشرطة الفرنسية. وطبعا مفيش هزار زي ما انتم شايفين اهو، على طول بتنزل الشرطه، وممكن كمان في الحاله دي يستدعي يعني قوات خاصه وممكن تنزل، ولكن تهديد السلم والامن في البلاد الاوروبيه ما بيقبلش هزار. مفيش حاجه اسمها حقوق الانسان، مفيش حاجه اسمها تروح تطلع ناس في الاسم ولا مناشده، اصل معلش والنبي طلع لي ده، انت خرجت عن القانون استحمل. زي ما انتم شايفين اهو، ده جمهور بيضرب في بعض، ولكن التعامل مع الشرطه بيبقى مختلف تماما الحقيقه. يعني احنا الواحد بيشوف المناظر دي، احنا يعني عايشين في نعيم الحمد لله، يعني ما بتوصلش الامور للشكل ده، ولكن هناك الشغب بالذات الجمهور الانجليزي والجمهور الروسي بيبقوا يعني في منتهى الشراسه. كابتن طارق، تعليق في دقيقه على اللقطات اللي لا طبعا انت لخصت كل الكلام. المشاغب بياخد جزاؤه على طول، هناك في قانون، مفيش هزار، مفيش حاجه اسمها حموم انسان ولا حقوق انسان هناك، هنا بس في مصر يقول لك حموم الانسان وحقوق الانسان هنا. اديك انت شايف الناس بيتحطوا على طول، بيتقبض عليه ويخش على طول حتى لو كان هو ايه. ما فيش شك طبعا تصرف غير مقبول من الجمهور الانجليزي، وعلى فكره هم متوقعين الكلام ده في طيله مباراه انجلترا، يعني هم مش عشان كده كان في احتياطات امنيه شديده جدا زي ما انت شفت يا سيف، لكن طبعا امر غير مقبول. لكن ال 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 الجميل في هذه الصوره السيئه هي انك انت بتقبض على طول على المشاغب وتحطه في طبعا الحبس، ما فيش هزار، ما فيش بقى والنبي والولي والعادة انت بتقولها دلوقتي دي دلوقتي. كابتن اشرف 30 ثانيه راي حضرتك. لا انا رايي ان احنا نبص للجانب الايجابي للتنظيم البطوله للمباريات اللي احنا بنتفرج عليها. انا شفت الافتتاح امبارح كان رائع جدا برغم بساطته. يعني اعتقد فرنسا مؤهله بشكل كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب زي ما انت حضرتك شفت. نتمنى ان احنا ما نشوفش المناظر دي حتى كمان عندنا في مصر. كابتن احمد. لا طبعا يعني احنا قلنا قبل كده تفعيل القانون ما فيش اي تجاوز من اي حد. الجمهور طالما بيخطا بيبقى في تعامل بالقوه معاه. الجمهور محترم يبقى الناس بتعامله بكل ادب وبكل احترام. فهنا هو عشان الناس كلها تبقى شايفه ده الشكل اللي بيتعامل بيه اي مكان اي شرطه في الدنيا، ان اي جمهور بيتجاوز وبيخرج عن النص لازم يكون ده المقابل بالنسبه له. انما لو الجمهور محترم نفسه زي ما جماهير كتير بتبقى موجوده اكيد في البطولات الاوروبيه اللي هتبقى موجوده، انا اعتقد ان هيبقى التعامل راقي معاهم. فعشان كده ناخد من الموضوع ان احنا نتعلم ان في النهايه في قانون في كل حته في العالم للحفاظ عليه، وضع طبيعي طبعا. انما طالما انت تجاوزت يبقى يجب ان يكون فيه عقاب بالنسبه للمتجاوز. كابتن احمد.